بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كن زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. الزهد في الدنيا مو مكرمة منك، قال ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. يلي بيزهد في الدنيا مو معناته أنه يعيش فقير يلي معه يوزعه، لا، مو معناته يلبس أواعي وسخة، ولا معناته أنه أي نعم يعني يعيش شغل دروشة، لا، تاكل وتشرب وبتنام، بس الدنيا مو بقلبك، شايلة من حساباتك كلياتها. كل شيء هو يسلم، كل شيء الله سبحانه وتعالى كاتب لنا اياه بده يجينا، ما في مجال، ما بيروح لغيرنا، فعشو متعب قلبك يعني؟ لك ربي يكرمك. الله يسلمك. عن الضحاك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، من أزهد الناس؟ مين اللي أزهد شيء بالدنيا كلياتها؟ قال: من لم ينسى القبر والبلا. لأنه الإنسان إذا بيعرف حاله ميت، عشو بقى بده يرقد ويكوش على الدنيا، وبده ياخذ اللي إله واللي مو إله، ويسرق وينهب ويكوش على شو؟ أول امبارح اتصلوا فيني جماعة من أوروبا، بسم الله، خلاف على الدنيا، إيده كامشي ما بيصرف على بيته، فأهل بيته كلياتهم إيه نعم يعني مو طايقينه، لا الزوجة ولا الأولاد. طيب قال لي: أنا ما بحب البهنكة. لك يا أخي، إذا الله سبحانه وتعالى قلت له يعني المعاش اللي عم يعطوكم يا بأو ربا مو مكفيكم؟ قال: لا، مكفي وزيادة، عم نصمد منه. لك طيب إيه نعم يعني إذا طلبوا أهل بيتك أكلة، طلبوا شربة، طلبوا لبسة، طالما معك ليش تقول لهم لا؟ يعني هلأ هيك شو استفدت؟ افترق عن زوجته وأولاده، هيك يعني بدنا نشتغل؟ طيب لو أنه نفكر نحن بالقبر، أنه آخرتنا رايحين على القبر، ماشيين على القبر، أي شاب ليكو إيه نعم، شاب صغير يعني نقول حالنا نستنى حتى نكبر، والله بس نختير بدنا نمشي، ما عم يمشوا إيه نعم صغار قبل الكبار. معناتها هلا على شو بدي حط هالمصاري معي وابخل وإيه نعم وكوش وإيه محط، وبعدين بدي اتحاسب عليهم؟ أزهد الناس من لم ينسى القبر والبلا، وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى. السيدة عائشة الله يرضى عنها ذبح النبي عليه الصلاة والسلام ذبيحة، فوزعت ذبيحة وخلت بس الفخذ، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: شو وزعته وشو تركته؟ قالت له: راحت ذبيحة كلياتها وبقي الفخذ. نعم، قال لها: بالعكس، ذبيحة كلها كسبناها وخسرنا الفخذ، يلي صدقنا فيه هو اللي خسرناه، هو اللي كسبناه اللي صدقنا فيه. وإذا كانت دراهم ثلاثة وأفضلها الذي تضعه في زوجتك، يعني لما تتصدق على أهل بيتك، على زوجتك، تكرم زوجتك بطعامها بشرابها، أي نعم، أفضل الدراهم هذا الدرهم عند الله سبحانه وتعالى. ولم يعد غدا من أيامه. أحد الصالحين مرة كانوا بالجامع، قاموا قدموا يصلي إمام، قال لهم: أنا ما بصلي إمام. قالوا له: يا سيدي بدك تصلي فينا، يعني إحنا متوسمين فيك الخير. قال له: يا آخر مرة بصلي فيكم، لا تقدموني بقى تاني مرة. قالوا له: أصبح أنت ما خرجت تكون إمامنا، لسه عم فكر حالك بدك تعيش؟ ما اللي خرج يكون إمام ليكون حاطط في باله ما رح يتم لبكرة، ما بيعد يوم غد من أيامه، بدك تعد إنه هاليوم آخر يوم. طيب هلا إذا جينا وخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى، إجا ملك الموت نحن قاعدين قال إنه اليوم بده ياخذوا روحنا، دبر حالك، شوف شو بدك تظبط أمورك مع الله سبحانه وتعالى.
شو بدنا نظبط؟ هات لشوف شو بدنا نظبط. معناتها صار بدنا نصدق، وهي الليلة ما لح ننام، بدنا نتم واقفين طول الليل على سجادة الصلاة عم نصلي، ومعناتها على الصبح ولو كان ميتين الظهر بدنا بكرة عم ننوي الصيام. يعني على هالحالة هي بدنا نغير 180 درجة. طيب ليش ما تغير هلأ؟ ما أنت ميت ميت، ما رح نعيش. اي نعم، ضبط أمورك على أساس أنك راحل، لا تعد غدا من أيامك. نعم، وعد نفسه من الموتى، رواه ابن أبي الدنيا مرسلا. شو يعني مرسلا؟ حديث المرسل الله يسلم اللي رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومرسل منه الصحابي سقط. التابعي ما بحق يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وين اللي الواسطة اللي بينك وبين سيدنا النبي؟ الحسن البصري تابعي كان أحيانا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ففي كتب سموها العلماء مراسيل الحسن البصري، الأحاديث يرواها بدون الواسطة اللي بينه وبين سيدنا النبي. مفروض يقول عن أبي هريرة، عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن عمر هيك. أما الحسن يقول إيه نعم، قال صلى الله عليه وسلم، فحديث مرسل. وهذا أيضا حديث مرسل رواه تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، عد نفسه من الموتى. في عند السادة النقشبندية عندهم 9 شروط قبل ما يبدأوا بالورد. من شروطهم بمرر على قلبه العمر يمضي والذنوب تزداد. يعني هلأ أنا عمري 63 سنة، نيالة اللي راحوا صغار، يلي راحوا صغار حسابهم أقل من اللي راحوا كبار. واحد نعم شيء بالشيء يذكر، واحد مات أبوه ترك له شركات وترك له معامل وترك له مصانع، نعم فقال له رفيق عطال بطال، قال لك قال له روح لعند رفيقي خلي لي وظيفة محترمة. راح لعنده قال له بمعيتك وظيفة؟ يعني أنا قال له إيه على راسي. قال له شو راح توظفني؟ قال له كل يوم بجيب لي جرزة كزبرة جرزة بقدونس بليرة، كان حقها ليرة. قال له هي هي، قال له هي آخر الشهر لك معاش، معاش محترم. بيحب الزلمة إنه كل وظيفة يأمر وينهى وينعم وأنت طلع وأنت فيك بدنا. قال له مثل ما بدك، قال حبركي بيرفعني مع الأيام، كل يوم بيشري له جرزة بقدونس بيجيب له إياها بياخذ حقها ليرة. آخر السنة تاري جرد بحمام السوق، يقفن على بلاطة تبع الأمين يلي تحتم منها عم يؤدوا، كل واحد جايب دفتر وجاي من الموظفين، فتح دفترك لشوف، فتح دفتر هيك سبكو يلا قلب بيا الصفحات، اشترينا يوم الفلاني كذا، شكلنا لجنة مبايعات من فلان وفلان وفلان، فلان طلع حرامي لغيناه حطينا عواضه، اشترينا كذا السوق لقيناه أرخص. أمنا ما يخلص الموظف إلا رجليه السمك صار. فات رفيقه قال له 360 يوم، 360 جرزة بقدونس حقهم 360 ليرة، فرد طلع صار برا. قال له شفت حسابك ما أخفه ما أحلى. فاز المخفون. عشو بدنا إيش نثقل من الدنيا؟ يعني ليش الإنسان إيه نعم يرك مصاري وبس نمودنا نحاسب عليها؟ يعني الميت لما بيموت فبيوقف خطيب بيخطب بس ما حدا بيسمعه غير الثقلين الإنس والجن، عفوا غير الملائكة والجن أما والحيوانات، أما البشر ما بيسمعوا. فبيخطب بأولاده يقول يا أولادي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، لك فتح عيونكم أنا كنت غشيم جاهل، أخذت المال من حله ومن غير حله، سليمان مات أخضر يابس هات. ما بتعرفوا قصة سليمان مات أخضر يابس هات؟ هذا بيقولوا أنه سيدنا سليمان عليه السلام كان متسلط على الجن، نعم، فشغل الجن بهالمي السخنة، قال اللي ناس بيتحمموا فيها المي السخنة اللي بتطلع، قال أنه هيك بيقولوا أنه قال الجن اللي بتوقت تحتم منها. فيوم مات سيدنا سليمان موكل جني قوي على جني ضعيف، الجني ضعيف يحط مؤدي كم جني موجودين، وفي جني قوي واقف بإيده مخمعة مشان اللي يقصر بالشغل يضربه.
فشنو للجن الجان الضعاف للجن القوي؟ لك سليمان مات، يعني ما عاد فيها ليش عم يشتغل. سليمان مات، ما عاد سمع هو من صوت الأميم وصوت النار. يقول له سليمان مات، يقول له أخضر يابس هات جيبوا حطب، أخضر يابس جيبوا وحطوا بالأميم، ما عاد سمع. ونحن هيك سليمان مات، أخضر يابس هات، شو بيصح لنا مناخد. في رجل كان اي نعم سبحان الله عنده بسطة، يعني ميزانه حرام وبيشرف بالبيع. طيب على شو يعني؟ تعرف هلا اذا الزلمه انت عندك محل انه واحد يجيب لك من برا كيلو سكر او كيلو رز يجي يزينه عندك، انه ما بيجوز، ما بيجوز يزينه عندك، خلص اشتراه هداك سرقه حسابه على الله. لا تزينه، الله سبحانه وتعالى بيطرح لك البركه فيه، لا تزينه. الميزان لرب العالمين سبحانه وتعالى، والسماء رفعها ووضع الميزان. اي نعم. بعدين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ميزان ما في لعبة، ما في مراجل بالبيع والشراء. إيه نعم، الشطارة مو بالميزان، الشطارة بالمعكسة. بدك تراعيني ما بدك تراعيني. من نصائح الإمام أبو حنيفة الإمام أبو يوسف قال ولا تماكس في الأمور الحقيرة، يعني لا تطالع روح البياع مشان ليرة وليرتين، مو محرزين. مرة كنت بمكة مرأت على حرمة بالشارع عم تبيع حنة، جيت قلت لها قديش الكيس الحنة؟ قالت لي 3 ريال. ما بعرف شو صار لي، قلت لها 2 ريال. لك قلبها مالل، لك ما لها نفس تحكي. قالت لي 3 ريال حقه، يا خود يا تريك. قلت لها حقه 2 ريال، بدي أعطيكي 2 ريال. قالت لي لك هات خلصني. تذكرت قول الإمام أبو حنيفة الإمام أبو يوسف ولا تماكس في الأمور الحقيرة. أخذت الكيس أعطيتك 3 ريال، طلعت فيني أنت حالة أجدب، يعني ما طالع روحي مشان ريال وبعدين رد أعطاني إياه. ما تذكرت قول إمامنا ولا تماكس في الأمور الحقيرة، يعني هلا هذا البياع إذا من كل زلمة ريال ريال أو ليه أو خمسة خمسة آخر نهار بتلم معه، بس نحن الخمسة والعشرة والخمسين ما بتفرق معنا، ما رح تفرق معك. اي نعم. أما البياع لما شيء بيجمع معه، فلا تحاول إنك إيش يعني تطالع روح البياعين بالأمور البسيطة اللي ما لها طعمة. شو جابنا له؟ قبل الميزان على سيدنا سليمان. أيوة على سيدنا سليمان. سليمان مات، أخضر يابسات. ونحن هيك بتلاقي بدنا بالزايد كم ليرة، بالحلال بالحرام ما بتفرق. لا طلع إيه نعم، حكولي بعض من الناس اللي بيجوا على الجوامع بلموا مصاري، بيلاحظ إنه في بعض من لجان المسجد بياخذوا شيء مو إلهم. لك بناء على شو عم تأخذ؟ لك هدول ما لك لو فيك مخ ما بتقرب عليهم، هذا مال وقف، هذا مو لعبة. أنا ما كنت أعطي الإجان الجامع، ما أعطيهم من مال الوقف مشان أجار طريق أو حق أكل وشرب. قال له ما في، جاب لي أمر من الأوقاف، قلت له ما برد، أنا بعرف شغلي. هذا المال الناس برعت فيه حق بلوك وشمينته مشان نعمر جامع، ما تبرعوا فيه مشان تأخذ أنت أجار طريق أو حق أكلك. بدك من الناس، قال له مين بيعطي أجار طريق؟ بيعطوك، مين بيغدي؟ بيغدوك. أما من هالمال ما بتأخذ منه ولا ليرة. فأحياناً مع وصولات 500 زيد 300، ما بعطيه 300، حط 200 من جيبتي بقول له اعطيني وصل 500 ليره، ما في تاخذ منهم. هذول نحن مسؤولين عنهم امام الله سبحانه وتعالى. ما بدي اكون مسؤول امام الاوقاف، انا مسؤول قدام رب العالمين. قد ايش صلي سنين بالاوقاف؟ صلي سنوات طويله بالاوقاف، ما بحياتي اجت علي شكوى، ما حدا اشتكى علي. اي نعم، لانه الانسان ما بيعرف شغله، مين بقى بده اي نعم يشتكي عليه؟ شو بده يقولوا له يعني؟ راحوا قالوا له الأوقاف والله ما بيعطينا، بعثوا لي خبر أعطيه، قلت له ماني أعطيهم، ما راجعوني، لأنه بيعرفوا إنه فتوى إنه ما لازم يأخذ. فبتلاقي الإنسان عم يأخذ من مال الوقف، ناس عم تأخذ أشياء ما بيحق لها. هلا مصائب الأمم كلياتها بالتعليم، يوم بيكون التعليم مظبوط بينتج ناس مظبوطة، بأنتج لنا أطباء مظبوطين. أما إذا أنتج لنا أطباء تعبانين فالموت بيكتر والشلل بيكتر.
نعم، وأشياء كثيرة نعم تكتر بالمرضى، بيكتروا بالناس. ليش؟ لأنه الطبيب مو ملم، ما له نعم خبير بهالمرض، لأنه ما نجح بجهده. من عادة هيك بتلاقي نعم هلا بيقول لك الطبيب محلفينه يمين، بإمكانه بعد ما بيحلف يمين بيصوم ثلاثة أيام، يعني بعيدة الشغلة، يعني هلا حلف يمين بالله. فبتلاقي بعض الأطباء مثلا بيبيعوا المريض تبعه لمخبر، بيقول لك ما بثق غير بهالمخبر الفلاني. ليش؟ متعامل معه لأنه بيعطيه جزء من الأرباح. بيقول لك بدي صورة أشعة من المخبر الفلاني، مو من أي مخبر جيب لي إياها، بدي كذا بدي كذا. إيه نعم، فبتلاقي إيه نعم سبحان الله عم يصير. من عدا العمليات اللي أحيانا ما نلزوم بالصير، ما عاد في عنا ثقة نحن على الحالة. طيب إيه نعم، المهندس إذا كان المهندس مو متخرج بجهده وبتعبه، معناته رح يبني لنا أبنية قايلة للسقوط. المحامي إذا كان ما تخرج نعم عن دراسة، فبيتخرج عن إيش بقى؟ عن جهل. فبتلاقي المحامية نعم، في ناس بيشتري محامي خصمه. مرة أجتني امرأة على البيت قالت لي شيخ نعم صهرة عم يقتلها هي وجوزها وعم يقتل مرته، قالت لي ورافعين دعوة للقاضي ما كان القاضي بتلنا فيها. تلا حطيه محامي، قال إيه، فهمت عليها. تلا عمو أنا ما بحكم لإمرأة، بتجيبي زوجك مشان اسمع من زوجك، أما إمرأة تجي تشتكي لي مشان قضايا ما بسمع منها. جابت زوجها ولا جبة وعمامة ومسبحة داقة بالأرض، ما شاء الله. نالو شو القصة شيخنا؟ ليك هيك القصة نالو خلاص ليهما. رفعت كتبت مرافعة، قلت لها بتاخديها هي للقاضي، ما بتمرقيها على المحامي، للقاضي مباشرة. أخذتها للقاضي، إيه نعم، طلاقه في شهود، ثلاث طلقات وكل طلقة عليها شهود. قال القاضي معناتها ما تم حياة زوجية، معناتها إيه زوجتك بنتك خالصة من الوقت الفلاني حدد لها، إلا معناتها منتهية إيه نعم حياة الزوجية بيناتهم. الله معكم مع السلامة، كملي ورائك وكل واحد يقول بحال سيده. المحامي جن، لك منين جبتي هالورقة؟ مين كتب لك؟ ليش ما قلتي لي عليها؟ ليش زعل المحامي؟ لأنه الخصم شاري. فلذلك أحياناً إيه نعم لما المحامية بتلاقي إيش في بعض من المحامية هيك، شلون بقى بدنا إيش سبحان الله إنه نكسب دعوينا أو كذا أو شيء. التعليم أساس كل شيء. يوم كنا صغار يوم كنا ناكل أكل بالمسطرة كان مسطرة الأستاذ هالعرض هيك وهالسمك، لما أقول افتح إيدك يسفق الضربة تلاقي انتمنا عما ننط بالأرض وإيدينا تحت باطنا، ما نسترجي نخل بوظيفة. وقف مدير المدرسة الله يرحمه إذا متوفى وإذا عايش إيه نعم الله يعافينا ويعافي، لأنه كنا إحنا أولاد كان هو كبير في السن. وقف بنص الباحة بمدرسة الرشيد، المدير اسمه علي خلقي، قال ما بيطلع من عندي طالب من صف السادس محافظ جدول الضرب. فبتلاقينا بالباحة بالشارع بإيدنا السفينة لجدول الضرب على أفاها، تلاقينا ماشيين إيه نعم وستة في سبعة وستة في تسعة وخمسة في أربعة وكذا، وانتم نسمع على بعضنا البعض لحتى إيش حفظنا جدول الضرب. وما نسينا ما نسينا، ما منحتاج للآلة الحاسبة نقعد ندقدق عليها مشان طالع إيه نعم ستة ضرب سبعة أو خمسة ضرب ثمانية، ما بحاجة إلها. حطوا على التواصل الاجتماعي، قال في أسرة يابانية قايمة قيامتهم وعم يبكوا. شوفي، قال ابنهم مفوت على الغرفة آلة حاسبة، ما عم يشغل مخه بالحسابات، مفوت على الغرفة تبعه آلة حاسبة، معناتها هي خيانة، معناتها ما بده يشغل عقله، ما بده إيش يتعب على حاله. بتلاقي اليوم لما بيكون أستاذ تعبان على طلابه عم يدرسهم بنور الله سبحانه وتعالى بيخرج لنا جيل ما في أحسن من هيك. أما يوم الطالب بتلاقي نعم قاعد ولا دراسة ولا من يحزنون ولا شيء. يعني هلا بكون طالع المكره أحيانا بلاقي مثلا شباب أو صبايا أو كذا بنو صف، أنت عمي والله حادي عشر أي نعم بكالوريا، ستة ضرب سبعة قديش؟ والله ما لي حابس جدول الضرب. شو عم تدرس أنت؟ لغة عربية، لغة عربية، عرب لي كتبتو، يا أبي يا بيعرب لي فعل مضارع، يا بيعرب لي إياها مبتدأ. لك عرب لي إعراب المدرسة بقبله، مو إعراب القرآن، إعراب المدرسة كتبته فعل ماضٍ،
مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل المتحرك. اعرب لي آيك بأبان. اعراب القرآن الكريم ما بيقبل هيك. يوم قعدنا مرة مع الشيخ كتب على اللوح الشيخ كتبته فقال اعربوها. احنا حافظين اعراب المدارس. شو المشكلة؟ رفعنا ايدنا انا واخواتي والطلاب وكذا، كنا بجامع الحنابلة عم نقرأ. عريب قال كتبته فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل المتحرك. قال شو الاعراب؟ شو هذا الاعراب؟ اعراب اللي علمونا اياه. قال هذا مو اعراب. قال الاعراب يعني بيان. هلا الخضري لما بيعرب الفاكهه وبيعرب الخضره بينها، بيحط كل نوع لحاله، وبيحط مثلا البندوره الظريفه لحالها والوسط لحالها والمفعوسه لحالها مشان ايش؟ تبين معه. الاعراب يعني البيان. قال كتبته فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض، كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة لاتصال ضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أخي جنبي اللي بدي أقرأ مولد إذا فهمت شيء. فهمت شيء؟ قلت له لا والله ما فهمت شيء. شو هذا كراهة توالي أربع متحركات؟ وفوتنا بالحيط الشيخ. أي مسألة اي علم اول ما بتسمعه بتلاقي غريب، غريب على سمعك. يوم بدانا بيحفظونا القران الكريم قراء، شو بقرا؟ متغير. نعم قرات، افتكرت حالي عم اقرا. قال لي شو هذا؟ انا عم اقرا القران مثل ما بنقرا. نعم. قال لي مو قراءه اتاري، انا مالي منتبه لمخارج الحروف. نعم. صراط المستقيم، مستقيم سين صاد وصاد سين. اي نعم. الذين انعمت عليهم، الذين ما كسرت الذال، الذين انعمت عليهم. مفتكر حالي انه يعني انا اي نعم قارئ، انا تعبان على حالي بمدارس وكذا. ايه قال لي هي مو قراءه. فالناس سبحان الله اعداء ما جهلوا. لو نحط في بالنا انه نحن ميتين نغير منهاج حياتنا كلها. لو منقول انه نحن ماشيين، نحن بدانا بايش؟ بالساده النقشبنديه لما قالوا انه عم تسع شروط قبل البدء بالورد. اول واحد العمر يمضي والذنوب تزداد. يعني صار عمري انا 63 سنه، كم ذنب فيهم هذول؟ كل يوم في ذنوب عم تزداد، كل يوم كل يوم. ونحن ذنوبنا اكثر من غيرنا. كل ما الانسان تبحر بالعلوم كل ما ازدادت ذنوبه. واذا ما قرأ كمان مذنب. لا يعذر المرء بجهله في دار الإسلام. بدك تتعلم أمور دينك، أما ما تتعلمها مشكلة. هذا دينك. نبعث أولادنا ليصيروا أطباء، ليصيروا مهندسين، ما بتبعثوا على الجامعة يتعلم أمور دينه؟ بده يتعلم. إيه نعم. هلأ نحن عنا بدأنا بالحلقة، هلأ بدء جديد إنه الشباب إيه نعم الصغار يلي أصغر من هالجيل، تقريبا من جيل هالشب أعطيناهم دفاتر، فبيمضي كل وقت صلاة من الإمام، كل وقت صلاة بيمضي له الإمام. فعم يجوا الأوقات بخمسة على الجامع، عم يجي الإمام بيمضي له أو المؤذن. إيه نعم. فبيمضي له إنه إجا صلى عنا. إيه نعم. طيب شو المقصد من هالشغلة هي؟ هذا بعد فترة ما عاد يترك صلاة الجماعة، معتاد على صلاة الجماعة ما بقى يتركها. فكمان الإمام أو المدرس بالجامع لازم يكون له اسلوب نجذب فيها الشباب الصغار قبل ما يضيعوا. المعاصي سبحان الله بيشربها القلب شرب. هلا شو قال الله سبحانه وتعالى عن جماعه السامري، عن موسى السامري؟ شو قال عنه؟ واشربوا في قلوبهم العجل. واشربوا، قلب تشرب حب العجل تشرب عجيب. اي نعم. فمشان ايش يسجدوا له؟ لكو يقال جاء في التفاسير بأنه موسى السامري رباه سيدنا جبرائيل عليه السلام، وسيدنا موسى رباه فرعون. فيقول أحد الشعراء: إن لم تكن مخلوقا سعيدا من الأزل خاب المربي وخاب المؤمل. إذا الله سبحانه وتعالى ما كتبك من الأزل من السعداء، لو على إيد من مين تربيت ما استفاد شيء. موسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون نبي مرسل. فهذاك رباه سيدنا جبريل، طلع إيه نعم يا لطيف أشرق بالله سبحانه وتعالى، وفرعون ربى سيدنا موسى وطلع سيدنا موسى نبي مرسل.
فلما الإنسان إيه نعم يعني مندير بالنا عليه، نحن بالجامع شوي وأنت في البيت شوي، إيه نعم وبالمدرسة شوي، وأصدقائه من إله أصدقاء مثل عالم الناس مو أصدقاء السوء، خلي كله أصدقاء إيه نعم يشدوه صاحب ساحب، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، إيه نعم. فمتى ما صار الولد من صغره يجي على الجامع خلص بيربى وبيكبر وهو عايش بالجوامع. أما إذا كان سبحان الله بعيد عن بيوت الله، منين بده يجي على بيت الله هذا بس يكبر؟ يعني في ناس كبرت وماتت، بعرف رجل ما سجد لله سجدة ومات، ومات كبير في السن ويتمسخر على اللي بيصلوا. عليكم السلام. طيب هذا شو حكمه عند الله سبحانه وتعالى؟ فهمنا إذا واحد تارك صلاة كسلا قل له تعال صلي بيقول لك الله يهدينا، له عذر، مسلم عاصي. إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث عند أبي حنيفة، خلافا لشيخنا الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ما اعترفوا أنه نعم أنه رجل نعم مؤمن. الإمام الشافعي قال أنه يعني حده إيش القتل بس يدفن في مقابر المسلمين، الإمام أحمد في رواية عنه لا. فمعناته يعني إذا كان إنسان مثلا ربي وعم يأكل حرام وغذي بالحرام وأبوه كان عم يطعميه حرام من مال حرام، وشاف أبوه إنه عم لا بيصلي ولا أمه بتصلي والدنيا عايشين فيها فلات، من مين بده يتعلم الدين؟ ها من مين بده يتعلم؟ الشارع بده يعلمه؟ الشارع ما بيعلمه الدين. اي نعم. ولذلك اي نعم سبحان الله بتلاقي يعني لما الانسان بيلتزم دينيا من صغره جل جلاله الله بتلاقي بيتعلم، دير بالك هذا حرام وهذا حلال، جاي من المدرسه ألم مو له اي نعم ليش جايبه هون؟ رجعوا على المدرسه. جيب شغلي مو له اي نعم من الشارع لقى شغلي الها قيمتها، هي لقطه فاعلن عنها. هذاك اليوم يسألني واحد يوم السبت سئلت رجل ملاقي إيه نعم مصاري فمو منطقته، فراح أعطاه لواحد تاني قال له أعلن عنها، ما بيصير لقطة أنت مسؤول عنها. إيه نعم. يقول إمام أبو حنيفة خدعتني امرأة كان راكب على فرسه، إيه نعم، فامرأة راكبة على جمل، شو قال له لأبو حنيفة؟ يا إمام شوف شو سقط منك، نزل حملها صرة حملها قالت هذه لقطة فأعلن عنها. يلي بيحمل لقطة ما عاد يحق له رد يرميها، صارت مسؤولية برقبتك أنت بقى بدك تعلن عنها. وين ضاعت مثلا؟ مرة واحد جاب لي على جامع الحنابلة سوار الذهب مبرومة، قال ملاقيها قدام سوبر ماركت طليطلة جنب حديقة الجاحظ وجايب لناها على جامع الحنابلة. قال شيخي أنا لقيتها. طيب مين ما حدا مضيعها هون لحتى جايبها لهون؟ قال ما لي ثقة بحدا، أنت زبطها. لك ليش؟ ما أنا مو شغلي هذا، شغلك أنت، أنت محاسب على الموصل. روح رجع لعند نعم طليطلة حط عنده إعلان إنه وجدنا قطعة ذهب، فاللي فاد قطعة ذهب يتصل فينا على الرقم الفلاني. ما كان في لا موبايلات لا كان في شيء، قصة من 30-35 سنة. فبيتصلوا فيك وما أكثر الناس اللي رح تتصل فيك، وهذا حيقول لك طو، وهذا حيقول لك رش، وهذا حيقول لك إيه نعم، مشان إذا زبطت معه بيكسبوا. إيه نعم. فلقطة اللي بيلاقيها هو بده أعلن عنها، ويحكمها في الشريعة بيعلن عنها سنة، ما بيحلو يتصرف فيها سنة كاملة، بعد سنة إن كان فقير بيأكلها، وإذا صار إذا ظهر صاحبه بعد سنة بده يعطيها، وإذا كان غني بده يتصدق فيها، فإذا ظهر صاحبه بده يعطيها. يعني على الحالتين بده يرجعها لأصحابه، بس حالتين الفقير له حكم والغني له حكم. حتى إذا كان ولد صغير أهله كابينه على باب جامع كابينه بشارع كابينه، وجيت أنت حملته، إي نعم، لمين الولد ما طلع له أصحاب تحطه بالأرض وتمشي؟ تا وين حاطه؟ ما عاد يحق لك تحطه بالأرض، حملته أنت مسؤول عنه.
بدك تتم ماشي فيه، بدك تدير بالك عليه. أول وحدة، التبني في الإسلام حرام، تتخذوا ولا ما بيجوز هذا، لأنه إذا كبر ما بيجوز يشوف بناتك ولا بيجوز نشوف زوجتك، مو ابنك. وإذا كانت بنت إذا كبرت بإمكانك تتزوجها، مو بنتك. إيه نعم. فالتبني في الإسلام غير موجود. اللي بيلاقي مثلاً ولد صغير حمله، إيه نعم، بيحطه عنده بيدور على أهله، ما لقى بربي وبدأ يدبر حاله فيه. اليوم الدولة هي اللي بتاخده، إيه نعم، بيحطوه عندهم، ففي مؤسسات حكومية هي بتعتني بهالولد. أنا شفت منهم إيه نعم بيعملوا غرف غرف هيك مثل البيوت، غرفة ومنتفعاتها ومطبخ وكذا، امرأة موظفة معهم، وفي معها إيه نعم مثلاً 7 أولاد من أولاد هي مسؤولة عنه، كأنه أمهم بينادولها إيش ماما، إيه وبتدير بالا عليهم وكذا، إيه نعم، حتى يكبروا يزوجوهم بقى، البنت بتتزوج والشاب بيصير يشتغل. نعم سيدي. إذا غير ذات قيمة ما حدا رح يدور عليه، شو بتصرف فيه؟ ياخذه، ما في، ما له طعمة، ما بيعلن عنه سنة. في معيار الشيء اللي نعم الشيء اللي محرز، يعني ممكن 500 ليرة يتم مثلا شغلة 3-4 أيام، يلي ضوعها مثلا بتلاقي راجع بالشارع عم يطلع عليها، مضوع 500 ليرة. إي نعم. أما مثلا 10,000 ليرة بيعلن عنه. وفي مثلا منهم إي نعم إذا كان وجد فاكهة ما بتبقى، لا إيه نعم سحارة بندورة، أي ما بتعود يومين والثالث، فمباشرة بيطبخها. إيه نعم، لا يجي صاحبها بيعطي حقها، لأنه إذا بدي حط له إياها لصاحبها بتنتزع. أنا مر علي فترة كنت فتحت محلي، إيه نعم، منه سماني ومنه خضرة ومنه حلويات ومنه إيه نعم، فتحنا محلنا بهالشكل هذا، أولادي هن اللي يشتغلوا فيه، أجي أنا أقعد عندهم السلة عندهم. إيه مثلاً سحارة بندورة، زيد عنا سحارة مثلاً، تعب ليومين بيجي على يوم ثالث لحت مخمخ حطها برات المحل، نجي ما نلاقيها. إيه نعم، على أساس إنه للفقراء، إذا أخذها واحد غني يصطفل. إيه نعم، أما هي حق الفقراء. فلا بدول العالم عاملين إيه نعم مثل الصندوق، بيجي نعم الغني بيحط ايده بيطالعها فاضيه بس هيك عامله، بيجي الفقير بفوت ايده بياخذ مال مشان ما حدا ينكسر خاطره بانه والله اي نعم فقير شحدناه. اي نعم، فالغني بيحط والفقير بياخذ من هالصندوق. صناديق موجوده اي نعم بكل ساحاتهم العامه. اي نعم. ف اول شرط العمر يمضي والذنوب تزداد. الشرط الثاني رابطه الموت. هلا بس تسطح انت بفرشتك قبل ما تنام، تخيل انه رح يجي سيدنا عزرائيل رح يتخطى العالم كلياته، رح يطلع من الشيخ ابراهيم ويجي من الشركسيه يوصل لهون اي نعم لعنا على الشياح، يفوت على بيتنا ويترك المراه والاولاد ويقعد على فرشي جنب مني. هلا الليله هي تخيلها انه اي نعم رح يجي ملك الموت يقعد جنب منا على الفرشه ويقول لك والله صار دورك. اي نعم بدنا نمشي. تخيل انه بس ياخذ روحك، شلون هالمره وهالولاد رح يزقعوا، شلون رح يبكوا، والجيران شلون بدها تفوت على البيت، خير ان شاء الله شوفي والله الزلمه مات الله يرحمه، لك الصبح كنا احنا ويالك، الظهر جاء سلم علينا والله راح كذا، والمرأة عم تنشق وتبكي والولاد زعلانين بلشوا يغسلوك. صور لما بده يجي مكتب دفن الموتى إن عم تجي السيارة تبعهم ويتخانقوا على القبر، هذا القبر إلنا هذا القبر مو إلنا، إن عم ويجوا بقى يحملونا ونطلع تطلع هالجنازة، وهالولاد هلأ بين بعضهم البعض شلون إن عم تلاقي لما كانوا من صحن واحد يأكلوا وكانوا يحبوا بعضهم وكانوا ما عاد يتعرفوا على بعض. الكبير قام الذهبات حطهم بجيبته، والصغير قام اي نعم شغلات اخذهم، والوسطاني كان راكد رجع ما لقى شيء، على علمي ابي كان معه مصاري، ما في شيء سم الموت منين المصاري، ما في مصاري، لك ترك مصاري كان معه كذا، ما وينه هاي وينكم، تعال نبش معنا شيء، ما في معنا شيء.
لكن كانوا يحبوا بعضهم وكانوا ايد واحده، وكان ما عاد في لا ايد واحده ولا عاد يحبوا بعضهم ولا عاد شيء. بتبلش النسوان تحر بقى، اي نعم، دير بالك الا سرقوه الا قاموا الا حطوا الا كذا، بيجوا بيعدوا بالعزاء، كل واحد داير ظهره للثاني. رفقاتي بيجوا يسلموا علي بابي، رفقاتك بيجوا يسلموا عليك بابو، كل واحد بيجوا رفقاته بيعزوا له. والكبير اللي ما تخيل حالك بقى المال اللي لميته وكل شيء جمعته ونزلوك على القبر، واجوا الملكين. جاءك مرهوبين من عينيهما ترمى ترمى باشواض من النيران. سألاك عن رب قدير خالق وعن الذي قد جاء بالقرآن. بدي لك مين ربك؟ مين نبيك؟ فتقول لا أدري، من الرعبة لا ما بعرف. مين بدكم لحتى أقول؟ أيوة مين بدنا؟ أي نعم. ففي مقامع من حديد قال الضربة فيها بينزل الزلمة لتحت، أي نعم، بتغيب مدري كم سنة تحت الأرض وبيطلع، تعصر الأرض عصر، أي نعم، والنيران اللي موجودة تحت تشوي شوي وموت ما فيه. يعني هلا بتفجر فيه أنينة غاز بيموت، يلي بتنزل براسه قذيفة بيموت، أما هنيك ما في موت. تفجر النيران والبراكين والدنيا وكل الحرارة هي وما بيموت، ما في موت. حتى قالوا في نار جهنم سمك جلد الكافر، لا فال علي، اي نعم، 70 ذراع، درسه جبل أحد. ليش؟ مشان يتحمل نار جهنم. هي النار تبع الدنيا، هي للطبخ، هي للخسيل والتخسيل، هي النار، هي النار للانتفاع، مو نار عذاب. هي نار العذاب أوقد عليها 1000 سنة ثم 1000 سنة ثم 1000 سنة، فهي الآن سوداء مظلمة. اي نعم، فهديك نار العذاب. ومشان الرجل ما يقالش على العذاب، كل فترة بينقلوه، مرة بيحطوه بتابوت من جمر، بعد منه بيطالعوه من التابوت بيحطوه بقلب زنازين لجوا لجوا جوا 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 بقلب الزنازين، وكلياتها جنازير. ولو أن ذرعا من السلسلة التي ذكرها الله في كتابه العزيز وضعت على جبل لذاب حتى تبلغ الأرض السابعة. هالجنازير هي مربط فيها بني آدم، وبتجي بقى الحياة والعقارب. بتم أهل النار قال بيبكوا 1000 سنة هن يترجوا الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى لسيدنا مالك خازن النار، ماذا يريدون وهو أعلم بهم؟ شو بدهم؟ بقول يا رب يعني شيء غيمة بس تمطر عليهم شوي، فبتجيهم غيمة سودة تمطر عليهم، حيايا كأعناق الإبل وعقارب كالبغال. قال اللدعة 70 سنة ما بيروح وجعها ولا حرها من الجسم، حياة مريرة مبنية على الحياة هون، مبنية على الحياة هون. يلي بتطبخ منه بتاكل منه. بني آدم فصل ما لبس، طبخ ما أكل، إيه نعم، سطح ما نام، نام ما فاق. بده يجي علينا هالوقت يعني بده يجي، بدنا نشوفه يعني بدنا نشوفه. فإذا كان واحد مظبط زواته وجا ملك الموت ما بيخاف، ما له سائل، ما له أكل على حدا مصاري. قال أنا نعم أيام مثلا فوت على محل بأخذ غراض بأخذ شغلي، نعم، فبقول له للرجل يوم اثنين أخي تعال، قال لك مشان الله أنا رجل مالي عند حدا ليرة ولا حدا له عندي ليرة، الله يسلمك، مالي مدين من حدا ليرة ولا لي مدين حدا ليرة، أنا بحط رأسي على مخدتي بنام، إيه نعم، ويسهر الخلق جراها ويختصموا، الخلق بيسهروا، إيه نعم، إلهم معهم مصاري، إلهم تارات، إلهم كذا، ما لنا عند حدا شيء، حط رأسنا على المخدة بنام. أيام الجاهلية قبل التوبة كنت أيام حط رأسي على المخدة المساء تطلع الشمس وما نمت، ما نام، إيه نعم. على قولة فلان حكى علينا لازم نروح نستد منه، فلان سبنا لازم اي نعم نعاقبه، فلان كذا تلاقي اقعد بالفرشة بنص الليل، اي نعم، ما نام. هلا ما لي عند حدا شيء، حط راسي على المخدة بنام، اي نعم. مو معناته اذا بنام انا احسن من غيري،
يا ريت ننام وأرزاقنا كلها حلال. يقال عن الشيخ الشعراني مر على نعم رجل بالصحراء، شاف رجل كبير في السن اختيار، والإمام هذا بيقولوا عنه أنه نعم كان في عز شبابه، فأجا وسلم على الاختيار وبده يزعجه للاختيار، شدلوا على إيده مشان الاختيار، يقول أخ أخ مشان قال يعني، شدلوا على إيده ما تأثر الاختيار، الاختيار شدلوا على إيده، الإمام الشعراني نزلوا على ركبه. قال من أين لك هذه القوة؟ قال بضع لقيمات من حلال أكلتها في الزمن الغابر، صح لي كم لقمة حلال بحياتي، أعطتني هالقوة هي اللي أنا فيها. الإمام أحمد بن حنبل عطى رجل سطل مشان يساوي له فيه لبن، فالرجل بيمزح مع الإمام أحمد ويوصي الإمام أصحك تخلطه مع أي سطل، ها بدي غرضي أنا، كل واحد بده غرضه. فمزح الرجل مع الإمام أحمد، قال له يا إمام بوعت لك السطل، بس هي سطل عواضو، قال له ما بدي، قال له هي سطل عواضو، قال له ما بدي، قال له عم امزح معك يا رجل، قال له ما عاد بدي، ما أخده خلص، دخل قلبه الشك ما عاد بده اياه. طيب نحن وين لك؟ بنته لبشر الحافي سالت الامام احمد، قالته بمروا الحراس بالليل معهم مشاعل، فبغزل على ضوء المشاعل بجوز؟ قال له انت بنت مين؟ هذا الورع مو موجود عند حدا. قالت انا بنت اي نعم، يقال بانه لبشر الحافي ما تزوج، معناتها اي نعم يعني بدها تكون اخته لبشر، فقالت انا اخت بشر الحافي. قال والله وقع في قلبي انه الورع هذا ما بيطلع لم بيت اهل ورع، اليوم اولادنا بيتعلموا انه اي نعم دير بالك هذا ما بصح لك، هذا ما بصير تاخده، اهم شيء كنت تعلمه لاولادي شيئين، الصدق والامانه، الصدق والامانه، اللي هو بيفتحوا لك الدنيا كلها امامك. سبحان الله لاولادي اي نعم بالغربه ثلاثه اي نعم عاطينهم بيوت، عاطينهم محلات، مدللين على الآخر. طيب لو أنه ابني سرسري، لو أبوه مو أنا، لو أبوه شيخ الإسلام بيحترموه؟ ما بيحترموه، بس بالصدق والأمانة إن عمناله يابا الناس تعطيك كل شيء. يعني مرة أجوا لهون أولاد معلميني، أجوا لهون مرة إن عم حضروا درس بتتذكرون، جمعوا بعضهم وأجوا إن عم، فكنت أشتغل عند فرن فيه ثلاثة معلمين، اثنين من المعلمين هدول واحد منهم أبوهم إيه نعم قال لي تعال شوف بنت، ما كنت شيخ، ما لي شيخ، قال لي تعال عندي بنت بدي أعطيك إياها إيه نعم وبعطيك تشتغل بالحصة تبعي. ليش؟ عجبه طولي يعني، بس لأنه اشتغل عندهم إذا شيء مو حقي ما أخده. مرة كنت نام أيام بالفرن، رفعت الزلاقة لقيت دستة مصاري هالقد، تاري هدول إيه نعم حق الطحين، والله ما حكيت شيء، رجعت له محله سكرت نمت. فات ثاني يوم اجوا على الشغل، قلت له معلم انا بطلت. قال لي ليش؟ قلت له هلا هسه عبدك جربني اللي عندك خمس سنين، قال لي انا رح جربك بهالمبلغ، ها واحد بجرب الثاني بليره بليرتين، كانت ليره منيحه اي نعم هي اول السبعينات، الواحد جرب الثاني بليره بليرتين مو بجربه اي نعم بعشرات الالوف. إيه بس هي الامانه لها ثمنها. معلمي الثاني قال لي تعال إيه نعم ما أخذت من عندي شريكي خذ من عندي، كمان ورجاني بنته ما أخذت إيه ما أخذت. ليش حبوني؟ لا هو إيه نعم شيء مو إلنا ما نمد إيدنا عليه، إذا بدنا ناخذ غرض نستأذن المعلم، هذا الغرض بدي آخذه إيه نعم، بدي آخذ مثلا شقفة خميرة على البيت، أهل بيتنا بدي يعملوا أكلي كذا، معلمي بدي شقفة خميرة، خذ كل الخميرة عندك، القوالب كلها قدام منك، ما بحق لي آخذ، مو إلي، مو مدح بنفسه الواحد. يوم بيتعلم الإنسان بيربى على الأشياء. قلت له لأخواتي لما مات أبي، إذا بيجينا إنسان بيقول لي مع أبوكم 10 ليرات ألعوه لا تعطوا إياها، لأنه نعرف أنه أبي ما دين بحياته ليرة، على قد فخادك مد رجليك، معه ليرة بيصرف ليرة، معه 100 بيصرف 100، ما بيدين من حدا، ببيتنا بلا عشا ولا بيجيب لنا إيه نعم أكل أنه يدين من حدا إيه نعم، ولا بحياتنا دقينا على حدا والله دينونا رغيف خبز او دينونا شغلي او كاسه سكر او ابدا ابدا ابدا. فربينا نحن اللخار على نفس الممشى، ما تديننا وما اخذنا اي نعم. لذلك
يعني الإنسان اليوم بده يموت ولابد إنه بده يجي هاليوم. مرة فت على تمساية نعم، قعدت على المنصة ملانة نعم، كانت الصالة عالم، قالوا يعني هذا الموت حق علينا نحن الكل، والله بتكون تموتوا، الله يشهد بتكون تموتوا. واحد قال لي الله يبشرك بالخير. ما حدا بيحب سيرة الموت، ما حدا بيحب إنه أنا. مرة جتني امرأة بترقص بالي بس اختيارها، وشها مثل الشيطان، اجت على الجامع منظرها بيخوف، حطنا شلون بده يكون موديلة بيرقصوا بالي، لا غطا ولا وطا ولا شيء بنوم، رغم إنه مو موديل مغري يعني، بس تعودوا على إنه ما في حجاب. فقالت لي مين هالقبرين هدول؟ لا هدول القبرين خدم عاشوا هون وماتوا هون، وأنا إذا بدي بأوصي ثالث واحد بنزلوني. إي نعم، إذا بدك أنت يعني إذا بتأوصي من نزلك ما من نزله ولا من يحزنون، بس بدي مشان إيش تحركش مشان الموت. قلت لها إذا بدك بتأوصي من نزلك. قالت لي شيخ مو جيد الحديث عن الموت، إحنا من تعاليم ديننا إنه نذكر الموت إي نعم كل يوم أقل شيء 100 مرة، إنه أموات نحن بدنا نموت كذا. إي نعم إي، ما بيحبوا هذول يذكروا الموت لأنه خربوا الآخرة، شو بده يروحوا يساووا بالآخرة؟ طب نحن الآخرة تبعنا، هلا راكزة الآخرة تبعنا؟ والله أنا بالنسبة لي واحد في يعني أنا اللي عم درس عليكم إنه مو عاجبتني الآخرة تبعي، مو عاجبتني. هنا والمشكلة إذا وصلنا طلعت زوادي ما بتكفي، ابنك بيعطيك شيء يعني ما بيعطيك، زوجتك بتعطيك ما بتعطيك، أخوك ما بيعطيك، أبوك ما بيعطيك، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا ولدي بدي حسنة، يقول لك والله يا على عيني والله يا أبا كان إيه نعم كان بودي يعني بالدنيا أنت أكرمتني وأعطيتني وكذا، بس هلا يلي أنت عم تبكي عليه أنا عم ألطم عليه، بدك حسنة بركي أعطيتك حسنة ونقصني ما لي أعطيك شيء. بس أما إيه نعم سبحان الله يلي كانوا أخوة في إيش يعينوا بعضهم على أمور الآخرة، اللي بينجو يأخذ بيدي أخيه. لذلك عهد إن شاء الله نحن الكل إنه يوم القيامة اللي بينفض فينا بيأخذ بإيدين اللي كان يقعدوا وياهم بالجامع يدرس سوا هو وياهم، بيحق له إيه نعم إنه يشفع. إيه نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بإذن لك ساعتها إنه تشفع. إيه نعم، والفقير له دولة يوم القيامة لا قبل ولا بعد، الفقير له دولة عجيبة يوم القيامة. يقول له الله سبحانه وتعالى يلي طعماك رغيف في الدنيا خده معك على الجنة، يلي كساك نعم لبسك وعد تكسي جسمك تستر حالك خده بإيدك على الجنة. لذلك لما الأواعي عندك قبل ما تتشأشأ هالأواعي بساعتها بحالة جيدة، اشتريت شغلة تصدق بها الشغلة الثانية، بس لا تتبعها منهم ولا أذى. مرة أخي أمي عطيت واحد نعم بنطرون، إجا أخي شافه لابس البنطلون تبعه، شو قال له؟ قال له والله البنطلون اللي أنت لابسه له ذكريات عندي غير شكله. هلا واتك أنت وذكرياتها، هلا واتك تكسر بخاطره وتقول له البنطلون هذا له عندي ذكريات، لك اسكت عليها. إيه نعم، فالأواعي لما الإنسان إيه نعم بيصدق فيها أو الأكل لما بيصدق فيه إيه نعم، فمو تصدق باللي بتكرهه، تصدق بما تكرهه. الأكلة لما خمت أمنا نصدق فيها على الفقراء، والواعة لما اتاكلت إنا أول مبارح يوم السبت أنا طالع على كفر سوسة في بنت قاعدة بالباص النقل الداخلي قاعدة مواجهة، لما فزت لابسة جينز من اللي محفور من عند ركبه مشقوق، هذا أول مرة شفناه. إيه نعم، أنا افتكرت أنه لابسته وحدة فقيرة لابسة جينز إيه نعم مشقوق، والله قلت بقلبي هيك الله يعين العالم لابسين أواعي مشقوقة، تاري أنا الله يعيني على الجدبة تبعي، لا لي خبر بالموضة ولا لي خبر بشيء. صار يلبسوا مو شق واحد، 100,000 شق لتحت، المهم عنده يبين لون فخده. اي نعم، فيوم الإنسان بيصدق. اي نعم، طيب شو بيمنع إذا اشتريت بنطرونين جداد، اشتريت أنت لبست واحد وجارك أو أخوك أو ابن عمك لبس واحد، شو بيمنع؟ شو بيمنع إذا معك شو عليه؟ إيه نعم، فلذلك الإنسان إيه نعم بده يرحل للآخرة ونحن راحلين، ضبط أغراضك من هلأ، إذا جاء الأجل أنت أين أنت يا بطل؟
إذا أجا سيدنا عزرائيل وقال لك صار دورك امشي وبده يجي هاليوم لابد منه، عش ما شئت فإنك ميت. طيب بالله عليك اللي بيعرف حاله ميت وما عم يشتغل للآخر، يعني ما لنا مصدقين لما مجانين نحن؟ واحدة من تنتين، يا ما لنا مصدقين وفي آخرة، يا ما مجانين ما فينا مخ. طيب خذ كتر على قد ما بدك، خذ زوادي لك، هلا الزواده ملحوشه قد ما بدك. اذا بتمر بالسوق بتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شوف هالكلمه بتقولها بالسوق، كتبت له بها الف الف حسنه، مليون حسنه فيها، ومحي له بها الف الف سيئه، مليون سيئه بروح عنا، ورفع له بها الف الف درجه، مليون درجه بيرتفع لك عند الله سبحانه وتعالى. طيب بتقولها بالسوق، بتصلي على النبي، ما من صلي على النبي، تستغفر الله سبحانه وتعالى، من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 70 مره غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. شفت شي يوم بالتلفزيون او على التواصل الاجتماعي زبد البحر شلون موديله؟ وذنوبنا كثيره، ذنوبنا كثيره، اي نعم. فلذلك اذا ذنوب الانسان كثيره كثيره واستغفر ما في لك ورد، ما معك مسبحة، شحدك مسبحة، اي نعم، تستغفر كل يوم 100 مرة وتصلي على النبي 100 مرة وتذكر الله سبحانه وتعالى 100 مرة وخير ما قلت وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله، في لك ورد من القرآن الكريم. طيب اقرأ يا أخي أقل شيء كل يوم صفحة، هون وصل معك البخل. بس برمضان نفتح المصحف، بغير رمضان منسكر المصحف. عبد الملك بن مروان كان معدود من العبادلة، كان من مستوى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، كان هو خامسهم، كان خامسهم. لما ولي الخلافة نزلت درجته، لكن لأنه ترك كل شيء. يقال بس ما مصدق الكلام عنه انه قالوا المصحف هذا اخر العهد بك، ما مصدق الكلام عنه، لا، لانه كانوا اهل الله. بس اما ايش بقى اشتغل بالنسبه له بامر اخر. هلا الصحابه كانوا محافظه القران، سيدنا خالد بن الوليد كان يحفظ قصار السور، ليش اشتغل بالجهاد؟ ما اشتغل انا. طيب ليش مو عبد الله بن عمر الله يرضى عنهم كمش مسبحه وقعد انا عم بحرم النبي عليه الصلاه والسلام وبلش الله 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 الله، ليش؟ ليش خرجوا في سبيل الله؟ اي نعم، ليش اشتغلوا بالدعوة؟ لأنه نحن مأمورين نشتغل بالدعوة، وادعوا إلى سبيل ربك، فنشتغل بالدعوة، اي نعم. فاحتبس بأذربيجان 6 أشهر من الثلج، لك شو أخذوا على أذربيجان؟ خرجوا في سبيل الله، خرجوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. حكوا لي من جماعة الدعوة والتبليغ، فز عربي، اي نعم، وقف هيك بنص، طلعوا بملهى ليلي، دفشوا جماعة الدعوة، قالوا له ما بيعرف يحكي بلغتهم، مدري فرنسا مدري بألمانيا، وقف هيك يطلع بالعالم اللي عم تشرب خمر وصار يبكي، زدت الإبرة مع رنتها، صارت الناس تبكي، اي نعم، بيصير في شحن عند الناس، اي نعم. منين هذا؟ عربي، ما انت من أحفاد الصحابة هذا، الناس بيتباركوا فينا نحن أحفاد الصحابة، ما بس لو يعرفوا بين نحن ما بيتباركوا فينا. هلا الصالحيه ليش اسمها صالحيه؟ لانه سكن الصالحين، الصالحون كانوا فيها، اي نعم. الجماعه اللي اجوا من غزه، اجوا من فلسطين، اي نعم، هربا من الافرنج، هن اللي عمروها. ابو اسماعيل الجماعيلي هو اللي اسس المدرسه العمريه، ابن قدامه المقدسي، هن اللي اشتغلوا فيها، مقادسه من القدس اجوا عمروها. سمعت من الختايرة انه كانوا قال الناس يشتحوا احزيتهم من بوابة الصالحية مشان يطلعوا على الصالحية، يلا الناس شرحت بالظلط من بوابة الصالحية وهي طالعة، لا صفى اواعي ولا صفى شيء ولا صفى، كله سكران وكلياته على الموضة. اي نعم، اجانا طالب من تركيا جاي، اي نعم، هي القصة مشيت 30 سنة، جاي بالطيارة، نزل بالطائرة بمطار دمشق الدولي واجا على الشام، وجاي نعم يبوس ايدين العالم وجاي يتبارك بهالناس. مر بطريق الصالحيه، مر نعم بهالشوارع هي، قال لي شيخ يعني انا يعني مو بالشام، انا مالو بلا شام، شام شريف،
نعم لا انت بالشام اللي يعني يعني الناس شو هي؟ قالوا هي هيك صار الشام الشريف هيك صرنا. اي نعم. فالناس اللي ما بيعرفوك بيتباركوا فيك. هذول اي نعم جماعه الدعوه يوم فاتوا على اي نعم على بلاد اجنبيه، حكى لي احدهم انه فاتوا على قريه بالصين، فات على قريه اي نعم جاي يشتغل، فقال لهم بدي ساي مصلى اي نعم يعني غرفه صغيره سواها مصلى، صار يجوا يتفرجوا عليه شلون بيتوضا شلون بيصلي شلون كذا اي نعم. سالوه يعني شو هال يعني شو هال شو الدين هذا تبعك شو هالقصه؟ فحكى لهم انه الله سبحانه وتعالى ارسلنا رسول ومعه كتاب، هي الكتاب اللي اجانا من رب العالمين، وامرنا بالصلاه وامرنا بالصيام وامرنا رسول ايه وفي الدنيا يعني بعد الموت في حياه؟ قال له نعم. ومعقوله هيك في جنه ونار؟ قال له نعم. قعدوا يبكوا قالوا له يا الله شو بده يساوي فيكم؟ لك ليش اعنات اهلينا وين راحوا؟ معناتها ابي وجدي وين راحوا هدول؟ اي نعم. هذا بالصين، انا فت على قرى بسوريا في قريه اي نعم فيها مسجد مغلق من سنه 56 مسامحيننا بالصلاه، فيها 2000 نسمه من المسلمين ما في صلاه، جامع مغلق ونص جامع مو معمر لسه، نص جامع هيكل جامع بس اي نعم مو مكملينه، لا في مي لا في شبابيك لا في بواب ما في شيء بنوم. اي نعم. يوم سوينا المسجد يعني الناس اخي يعني رفضوا انه يعني شغله اعتادوا انه ما في جامع ببلده. وطلعت أدنت فوق على الاسطوح، كان نهار خميس المساء، لابس قلابيه بيضة وعمامه بيضة وعبايه بيضة وجرابات بيض وكندرة بيضة، افتكروني ولي هربان بكفنه. وقفت فوق اي نعم على اسطوح الجامع، الله اكبر الله اكبر، بعث سيدنا بلال يعني شو في؟ اي نعم. الناس كلياتها يعني صاروا يقولوا شو في منو هذا؟ اي نعم. نزلت بعدنا صليت لحالي، لميت هيك اي نعم، رحت عند الناس قعدت عندهم اي نعم، قالوا بدنا نساوي صلاه جمعه هون وكذا، ايه نحن مأيدينك شيخ. اي نعم. بناتنا صاروا مثل بنات غير جماعات، جينز ونص كم وبلا غطا ودبكه وراس اي نعم. ما وين الدعاة؟ وينك انت؟ نحن بدنا ان اكون داعيه في هون في امكنه اي نعم، بعد الصلاه يعزموني على اكله طريه هيك اي نعم، فيها لحمه فيها كذا اي نعم، وسيران وشمت هواء ويطالعوني بسياراتهم وعلى مزارعهم هنيك. شوف هنيك ما في شيء. مره واحد هون بالصالحيه ما بدي اسميه قال لي شيخ في عنا براد اي نعم، بدنا مكان يكون بحاجه لبراد. قلنا له والله في قريه ما فيها براد لا بالبيوت ولا بالجامع. قال لي هي هي توعدنا، جيت اخذه يوم الجمعه قال والله حطيناه بالجامع. الجامع اللي حطوا فيه في 4-5 برادات، شيء خربان وشيء شغال، بس مشان نحط عليه ارما انه هالبراد عن روح فلان، مشان ايش يعني الفاتحه عن روح فلان، مشان يجوا اولاد حارتي لقوا في براد انا حاطه عن روح ابي يعني، مشان انه الله يرحمه والله الله يرحم ابوه يعني والله مرضين حط. لك هني حطوا والناس عشمناهم ورح نجيب لهم براد. قال شيخ وين البراد؟ قالوا انسوا انسوا، الناس بدهم اللوحه مشان الله سبحانه وتعالى ما ينساهم، مشان انه انشانا عن روح فلان وزبطنا عن روح فلان. ليش رب العالمين سبحانه وتعالى ما بيعرف مين حط اي نعم مين دفع ومين صدق ومين كذا؟ اي نعم. فسبحان الله العمل للاخره بده صدق وبده ما تبين. كان الشيخ عبد العليم زنقي، تعرفوه ما بتعرفوه؟ الشيخ ملا عبد العليم كان بجامع البصمه، كان لي يا ولدي حب الظهور يقسم الظهور. نعم. لا تتبين لا كذا. هلا على التواصل الاجتماعي هذا اللي نعم عم نسجله، طلعت شرايطي اي نعم لامريكا، وطلعت شرايطي لاوروبا، وطلعت شرايطي للخليج، وما تم حدا الا ما فات شريط في بيته وكذا. فهلا بكون ماشي بالشارع هذا بيرقد يتصور معي، وهذا اي نعم تلاقي بده انه سلم عليه، وهذا شيخ اعطينا والله اي نعم شغله اهداء منك او كذا او شيء. اي نعم. وانا عايف حالي اي نعم. هذاك اليوم واحد بده يتصور معي يوم السبت ان شاء الله يسمع الدرس، بده يتصور معي وانا اي نعم يا دوب احسن وصل على التواليت، وقفني بالشارع فوتني على المحل. لك وانا عم اجر وحط اجر
ولسه بدي 500 متر لوصل للجامع. ولا يا ربي دخيلك يا ربي تسترني يا ربي دخيلك. وقف قال هيك عمل لي سيلفي انا معانقني انا وين واحباب قلبي تراهم وين لك يا بدي وصل على الجامع وكذا. والرجل سبحان الله كتركني روح خفت روح شو يقول لك الشيخ يعني مشايخ شايفين حاله لا المشايخ بشخوا تحتهم مو شايفين حاله هنا. وحملت حالي وطلعت ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يكبر لنا نفس ولا خلينا نعتز نعم لا بعمل ولا بمال ولا بولد إلا بالله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين.